حلو هالسؤال عم تسأل المعلمة السؤال للتلاميذ. قالت له نعطوني عكس هالجملة. الأطفال بالليل بيعملوا غلط. الغلط هن بالليل بيعملوا أطفال. الغلطة اللي بنعملها بالليل بتخلف أولاد. مش الأولاد بالليل بيعملوا غلط. انتبهوا. الأطفال عندهم حنكة وذكاء. قال في فيل بيسألوا للجمل. بيقولوا ليه؟ ما بتستحي كيف اني بزيزك على ظهرك؟ قال له انت ما بتستحي انه طبعك الدين طالع من وجهك يردك كدنون هيك. اهلا عم بيتسيروا. قال له ليه؟ تاخذ دواء؟ قال له ابدا. تشرب خمره؟ تلعب قمار؟ تروح بتزوره؟ صار يسأله كله. قال له شو الفرق بينك وبين الكلب ولا إذا كلها وما بتعمله؟ لا بتلعب ولا بتشرب ولا بتسكر ولا بتحب ولا بتسب ولا بتنط ولا بتشط ولا بتلط ولا شك عايش تعمل مثلك مثل الكلب. وفي كلاب كتير أحلى. فإذا حياتك بدها تكون بس على الكتاب كيف بدي نام وكيف بدي أقوم وكيف بدي أكل وكيف بدي أشرب وأي كتاب يعني مين كتب هالكتاب؟ قالت له أنت شو بتحس وأنا شو بحس؟ قال له أنا بحس أنه وقالت له أنا مثلك كمان ما تفكر. قال له شو يعني؟ قالت له الساعة 8 من عشية إذا ما جيت على البيت فيك وبلي رح تمشي هالشغلة مش إنهي. قالوا له ليه كل ليلة بتجي بكير على البيت؟ قال له نتعلمت. قالت له فيك وبلي راح يكون في غيرك يعني هاي بدها تكون بكير. فإذا هالشروط اللي بنعملنا وكل ما عملنا شروط كل ما كلنا شرمان تأكد.